أدانت الداخلية العراقية أعمال الحرق التي طالت مؤسسات عامة وممتلكات خاصة خلال التظاهرات التي شهدها العراق بالأمس. وتوعدت الداخلية في بيان لها بفرض عقوبات مشددة على مرتكبي مثل هذه الاعتداءات. تعرضت القوات الأمنية إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والرمانات اليدوية ووسائل أخرى كالحجارة. ومن خلال حرف التظاهرة عن مسارها السلمي. ثالثا، سقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية بالتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى.